بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم بحلقه جديده من مطبخ الحياه مع شيف يوسف. يا رب كلكم تكونوا بالف صحه والف خير. النهارده هنعمل حاجات حلوه قوي. عارفين من ساعه الصيف ما بدا واحنا بنعمل حاجات خفيفه سريعه، كمان ما تاخدش مجهود وما تاخدش وقت في المطبخ كتير، وفي نفس الوقت لذيذه. يعني مثلا هنعمل فطيره على طريقه ايطاليه كده في مدينه في ايطاليا لذيذه كده، هنعملها على الطريقه بتاعتهم، طعمها حلو قوي وفيها نكهات. بس قبل ما نبدا بالفطيره عايز اذكركم بصفحتنا، صفحه الحياه تي في. ابعتوا لنا كل اللي انتم عايزينه، احنا كل اللي انتم بتطلبوه طلباتكم اوامر لازم ننعملها لكم، او كلمونا على التليفون اللي هيظهر قدامكم على الشاشه عشان نقدر نتواصل مع بعض كده وناخد وندي مع بعض في التليفون على 3855-00-17 3855-00-17. مستني تليفوناتكم، ويلا بينا نقول مقادير الفطيره بتاعتنا. مقاديرها بسيطه ولذيذه وطعمها حلو قوي. اول حاجه نص كيلو من اللحم المفروم، نص كيلو من اللحم المفروم. عندي كمان بصلتين مفرومين واتنين بيضه واتنين معلقه من البقدونس، وكمان عندي معلقتين من البقسماط، معلقتين من صلصه الطماطم، معلقه زعتر، رشه بهارات، وثمره فلفل حار، ورشه قرفه، وملح وفلفل، ونص كيلو من عجينه الملفية الجاهزه، وصفار بيضه، ومعلقتين من اللبن. يلا بينا علشان خاطر نشتغل مع بعض ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه مقادير بتاعت الخليط بتاعنا ده مركبه شويه، ولكن هنقسمها جزئين. جزء هنسوي اهو، وبعد ما نسوي شويه، مش تسويه كامله، مش تسويه كامله، يا دوب كده اللحمه لونها يتغير، هناخدها نحطها في بوله ونقلب عليها بقيه الخليط التاني علشان تبقى الحشوه بتاعتنا. تمام، يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد معلقه زيت، واول ما تسخن كده الطاسه هننزل باللحمه مع البصل مباشره، الاثنين مع بعض مع الفلفل الحامي وكمان الزعتر. تمام اهو، على طول كده مباشره بصل، كميه كبيره مش صغيره يعني، شايفينها، وعليها الفلفل الحامي. تمام، وكمان الزعتر، ونقلب تقليبه واحده كده زي ما بنقول، يا دوب يشم النار، يا دوب، مش عايزين نسوي. ليه؟ لان انا هضيف عليها اللحمه، وبعد ما اضيف عليها اللحمه تتشرب منها. تمام كده يا استاذه امل، صباح الفل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا ست يوسف؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. والله يا ست يوسف انا مبسوطه جدا اني بكلم حضرتك. والله وانا اسعد يعني ان انا بسمع صوتك. احنا كلهم بيحبوا حضرتك يا شيف يسري وبيتفرجوا عليك كلهم، حتى الصغير اللي عنده سنتين. ربنا يخليه لكم يا رب ويديكم الصحه يا رب. بشكرك بشكرك، ربنا يخليك يا رب، تأمريني. ربنا يبارك لك يا شيف يسري ويديك الصحه والعافيه، وبصراحه حضرتك يعني ونعم الناس. ربنا يديك الصحه ويكرمك، تأمريني. الله يخليك، يعني كلامكم الواحد بيسعد بيه بس بيخجلني قوي والله، ربنا يكرمكم، اتفضلي. ربنا يبارك لك يا شيف يوسف وجزاك الله خير على كل اللي بتعمله. مالكيش اي سؤال طيب يا بصراحه؟ الو؟ عايز شيف يوسف. مالكيش اي سؤال؟ كنا عايزين نسال حضرتك يا شيف يوسف على طريقه تفريز الباميه. تجفيف الباميه، حاضر من عينيا. حاضر. هنرجعكم لزمان شويه. في باميه صغيره وفي باميه طويله شويه، اللي بتتجفف اللي هي الطويله شويه دي بناخدها نقطعها بعد ما نقمعها، وبعد كده نجيب خيط بإبرة، وناخد الخيط بالإبرة كده يعني نلضمها ببعضها كده تبقى عاملة زي العقد، وبنعلقها في مكان جيد التهوية. يعني إيه جيد التهوية؟ يعني جنب شباك المطبخ، جنب شباك المطبخ، تقعد كذا يوم بتتجفف، تبقى عندنا بامية حلوة قوي. يعني دي الطريقة بتاعت زمان، يعني نرجع كده للحاجات بتاعت زمان. أنا بشكرك على اتصالك وعلى كلامكم الجميل، دايما كده منورينا باتصالاتكم. طيب لو كان حتى عندنا البامية بتاعتنا مش عايزين نجففها، عايزين ناخدها عشان نعملها نشيلها في الفريزر، يعني أول حاجة هنجيب البامية برضو نقمعها ونقطعها، وبعدين بدون أي شيء، بدون إضافة أي شيء، ناخدها نحطها في أكياس ونفرغ الأكياس ونحطها في الفريزر. أو لو احنا عايزين نشيل منها، في الباميه بيبقى فيها سنه ماده لزجه كده، هننزلها في ميه بتغلي لمده نص دقيقه ونطلعها بسرعه ننشفها او نصفيها، وبعد كده ناخدها نحطها برده في الديب فريزر او في الاكياس، بس لازم الاكياس تكون مفرغه من الهواء. تمام كده، يبقى احنا قلنا كل الحاجات بتاعت الباميه سواء كانت تجفيف
او ان احنا نشيلها في الفريزر. تمام. بص انا قلت اللحمه دي مش هنسويها تسويه كامله، يعني انا مش بعصجها علشان خاطر تبقى مستويه معايا تسويه كامله، لان لسه هتاخد تسويه في الفرن، فاحنا بنسويها نص تسويه. نص تسويه يا استاذه حنان. الو، اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ؟ اهلا بيك يا فندم. عامل ايه؟ انا بخير لما بسمع صوتكم دايما. انا كان عندي بس طلبين. تؤمري؟ كنت عايز اقول لبابا كل سنه وانت طيب. وهو طيب وبصحه وسعاده يا رب. بقول له هو وحشني جدا وانا نفسي اشوفه. ربنا يخليكي تسلمي. هو مسافر يعني؟ اه. طب يرجع لكم بالف سلامه ان شاء الله. كنت عايز اعرف بس طريقه الهريسه. الهريسه اصبري عليا هعملها لك الاسبوع ده، ايه رايك؟ لان انا فعلا بالفعل كنت محضرها عشان اعملها الاسبوع ده. خلينا نعملها عملي ممكن بكره او ممكن يوم الخميس، فنشوف ان شاء الله وهنعملها مع بعض ان شاء الله بطريقه روعه الروعه. حاضر من عينيا. تمام كده. يبقى احنا كده حطينا اللحمه على البصل، وطبعا بعد ما حطيناهم كده مش قلنا مش بنسوي تسويه كامله، مش بنسويها تسويه كامله، يا دوب اللحمه تبقى نص التسويه كده. كميه البصل كتير، كميه البصل كتير يعني مش قليله. تمام، خلاص كده استوت الدرجه اللي انا عايزها. نروح نجيب بقى البوله بتاعتنا اهي، اللحمه بتاعتنا خلاص استوت نص التسويه اهو ومفلفله كلها. تمام. اه حلوه قوي. هناخدها كده ننزلها هنا في البوله عشان نبردها سنه علشان ما تبقاش سخنه، لان انا هضيف عليها البيض وهضيف عليها كل المكونات الباقيه اللي عندي، فعلشان كده بنزل كل الخليط اهو ونفرده كده شويه. وفي الحاله دي هندي بقى المنكهات اللي هي البهارات، وهندي كمان القرفه، وهندي شويه ملح. تمام، وندي كمان شويه من الفلفل، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه مع البقدونس، الحاجات اللي هي ما قلقش ان هي تتجمد معايا. يعني انا لو حطيت البيض دلوقتي وهو سخن ممكن البيض يستوي، لا انا بحط الحاجات اللي هي الايه البارده الاول، والبقسماط وصلصه الطماطم كل ده مع بعضه اهو. وبعد كده هضيف عليه البيض وانا مطمئن بقى. الحشوه بتاعتي هنضيف عليها البيض واحنا مطمئنين. شايفين الحشوه عامله ازاي؟ لونها عامل ازاي؟ بصوا بقى. تمام، هضيف عليها بعد كده البيض بتاعنا عدد 2 بيضه. تمام، ادي الحشوه لسه هنضيف عليها البيضه ونقلبها واحنا مش قلقانين بقى دلوقتي. تمام، البيض اختلط اهو ما استواش معانا، لكن لو احنا حطيناها من البدايه على اللحمه السخنه ممكن البيض يمسك يتجمد معانا. ادي الحشوه بتاعتها ولونها اهو وشكلها اهو. هنعمل ايه بقى يا ام باسم؟ صباح الفل. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازيك يا شيخ يسري؟ اهلا بحضرتك يا فندم. انا اول مره اتكلم في التلفزيون. على راسي طبعا وشرف ليا. الله يخليك يا شيخ. الله يكرمك يا شيخ. الخوخ بيتخزن ازاي؟ انت عايزاه كومبوت ولا عايزاه يتجفف؟ لا انا عايز بس اغسله واطلع منه البذر واخزنه. ازاي تخزنيه؟ حاضر، نعمله بقى كومبوت افضل علشان خاطر يقعد معانا فتره طويله. تمام، وينفع طبعا نعمله كل شيء. يعني لو انتوا اتفرجتوا على الحلقه اللي احنا عملناها يوم الخميس اللي كانت بتاعه المشمش، احنا عملنا مع بعض حلقه حلوه قوي. هدي بس رشه فلفل صغيره هنا قبل ما نشيل. ليه بقى؟ عشان في زفره بتبقى في صفار البيض ما في ناس ما بتحبهاش. تمام، خدنا صفار بيضه مع معلقتين من اللبن قلبناهم اهو. تمام، عندي الحشوه بتاعتي اهو، وكمان عندي هنا العجينه انا فاردها ومسكنها في الفرن اللي هدخلها الفرن. هناخد عليها الخليط بتاعنا ده بكل النكهات اللي فيه وكل الحاجات اللي احنا عملناها دي كده. تمام التمام اهو، ونحاول نفرد الحشوه. تمام، وبعد كده طب انت حاطط فيها بقسماط ليه؟ هقول لكم ليه، لان عندي اللحمه كانت منزله سوائل، لو انا حطيتها على العجينه هضطر العجينه وممكن العجينه ما تستويش معانا، علشان كده انا خدت زي ما قلت حاطط عليها بقسماط والبيض كمان هيمسكها. يا استاذ حسين. يا الله ينور عليك والله. ألو؟ يا شيخ يسري والله. الو يا استاذ حسين، اهلا بحضرتك.
قول الله ينور عليك. الله صباح الفل عليك. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا رب. تسلم لي، تسلم لي. الله يخليك. لا تسلم ايدك والله، شكلها كده يعني تحفه يا شيف والله. الله يكرمك، ده عينيك واللي دايما بتشوف الحاجه كويسه. ربنا يخليك يا استاذ حسين. الله يخليك، ربنا يديك الصحه والعافيه كده، وربنا كده يكرمك بحجه كده قريب يا والله. رب دعواتك، دعواتك ان شاء الله كده. استاذ ياسر واستاذ نانسي ان شاء الله باذن الله كلهم بيشكروك وبيسلموا عليك. ربنا يخليك يا رب. ربنا تسلم. يكرمهم جميعا كده ويديهم الصحه والعافيه يا رب يا رب. كلهم الله بيسلموا على حضرتك. الله يخليك. شكرا يا شيخ. تمام. انا بشكرك، بشكرك يا استاذ حسين على اتصالك الجميل وكلامك الاجمل. بصوا بقى، حروف الترت او حروف العجينه انا نيمتها كده، نيمتها شايفينها، وانا مقطع كمان قطعه مدوره زيها بالظبط. هاخد بقى بصفار البيت ده وندهن الاول الحروف اهي. قبل ما ندهن الحته الطبقه اللي فوق، يا اما بصفار البيض اللي مع شويه اللبن دول، يا اما ندهنه بميه عادي، وبعد كده ناخد عليه القطعه اللي احنا مقطعينها قدها دي كده ونحطها عليها. تمام. ونحاول نشيل الزيادات اهي بايدي. تمام. باخد الزيادات دي بقطعها، بعمل بيها ورده، بنعمل بيها ورق شجر زي ما انتم شايفين كده علشان نحطها على بعض، وندوس عليها كده نسكنها خالص. تمام. اهو لازم نلزق الطبقه الاولانيه في الثانيه او الطبقه اللي فوق في اللي تحت. بعد كده بعمل ايه بقى؟ باخد السكينه كده واعمل فيها فتحات اهو، مربعات كده. ايه ده؟ اولا علشان تديني شكل، ثانيا علشان تديني الهواء يخش فيها كده، البخار، البخار اللي جوه ده ما يخليش العجينه تطلع معانا. وبعد كده نيجي نثبت عليها هنا الورد ده بالحتت اللي احنا عملناها، واحدة اتنين زي ما احنا عايزين. ودي عجينة هتتاكل برضو. تمام. وردتين اهم، شوية ورق شجر حواليها بنفس العجينة. تمام. وبعدين ناخد كمان هنا بقى الحتت اللي انا قطعتها دي، ابرمها طويلة كده وتبقى عاملة زي الجزع او مثلا قطعة من العود اللي ماسكه فيه الورده اهو. تمام. الحته الزياده اللي احنا قطعناها ناخدها كده وناخدها من هنا اهي اي شكل. وبعدين بعد ما بحط كل ده واثبته كده، ورق الشجر مع الورق مع الورد، بندهن بصفار البيضه اللي احنا حاطين عليها معلقتين اللبن الوش كده تمام التمام، وندخل فرن على درجه حراره 180 علشان عجينة الملفية دي ترفع معايا، ترفع معانا وتدينا الشكل الذهبي اللي هنشوفه حالا. انا مساوي واحدة ودي ان شاء الله هنسيبها لما تسيو معانا ونطلعها ان شاء الله في اخر الحلقة. يعني كده اهو كل حاجة قدامكم بنعملها، مفيش حاجة خالص بنحاول نعملها من وراكم، كل التفاصيل كل الحاجات اهي. تمام. سكننا، عملنا الفطيرة، هناخدها ندخلها الفرن وبعد كده نوريها لكم شكلها عامل ازاي اللي احنا سويناها قبل الهواء. تمام. تمام. دخل درجة الحرارة زي ما قلنا 180 درجة. ليه؟ لأن أنا عايز يطلع معايا العجينة ترفع معايا براحتها. تمام. وإحنا عارفين إن إحنا كمان اللحمة بتاعتي مستوية نص سوا، فأنا عايز أسوي بقية الشكل، وده شكلها بعد ما استوت أهي. تمام. هنوريها لكم وفيها الشرايح وفيها الورد اللي إحنا عملناه وفيها كل حاجة موجودة معانا. تمام. دي الفطيرة بسيطة. طيب الفطيره دي ناخدها معانا واحنا خارجين، ناخدها نقطعها، ناخدها معانا في الشغل، ناخدها معانا في الرحلات، ناخدها معانا في المصايف. حلوه قوي وطعمها جميل والعجينه بتاعتها هشه ومقرمشه، علشان كده ادي الفتحات اللي احنا فتحناها فيها علشان خاطر تنشف معانا وتبقى بالشكل ده. بعد ما خلصنا مع بعض الفطيره هنسافر من ايطاليا للصين، هنعمل شويه لحمه فرايد مع السمسم على الطريقة الصيني، حلوين قوي طعمهم رائع. ولكن بعد الفاصل، ما حدش يروح في اي مكان، لان الجديد والممتع والتعليمي دايما هتشوفوه مع يسري برنامج مطبخ الحياة، ولكن بعد الفاصل.